رحل إلى دار البقاء اليوتيوبر السوري عبد الرحمن يحيى الحمصي عقب حادث سير مروع بتركيا. وفي تفاصيل الحادث الذي خلف صدمة كبيرة بين متابعي اليوتيوبر الحمصي، توفي 5 أشخاص وأصيب 2 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة في حادث مروع وقع في مقاطعة كوملو بهطاي نتيجة اصطدام سيارة ومركبة تجارية خفيفة. ووقع الحادث في رهانلي طريق كوملو كيركاو إيرل، حيث اصطدمت سيارة BMW بلوحات أجنبية ومركبة فيات تجارية خفيفة وجها لوجه على الطريق الزلق بسبب الطقس الماطر. وتم إنقاذ المصابين الذين علقوا في السيارة في الحادث من قبل رجال الإطفاء ونقلهم إلى المستشفى